أعود مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم مجددا وأرحب بكل من حضر. حقيقة معالي الدكتور عبد العزيز خوجة أجل رحلة إلى المدينة مع الأستاذ ياسر من أجل أن يحضروا، فشكرا لهم. معالي الدكتور عبد الله المعطاني شرفنا، وهو من هو، وما في شك أن السفراء جميعا كل له فضل، وكل من حضر كذلك من السادة والسيدات الكتاب والباحثين والصحفيين لهم فضل. قبل أن أبدأ بتعريف بالضيوف الأكارم وأن يأخذ كل منهم حصته من الحديث وهي 10 دقائق، أحب أن أذكر فقط ملخص سريعا عن فكرة انبثاق هذه الشراكة المعرفية، وأريد أن أعيد الفضل لأهله. كان أول حديث بيني كان مع الدكتورة أمينة الحجري وهي مديرة الشؤون الثقافية والإنسانية وهي نائبة الأمين العام المساعد، وتعرفت بعد ذلك على الأمين العام المساعد السفير طارق بخيت، وهو من هو شخصية مذكورة بالخير ولديه تجربة ثرية، ونحن حفيين به في مدينة جدة وفي المملكة العربية السعودية، ولا شك أننا حفيون بكل السفراء في منظمة التعاون الإسلامي. طبعا أنا أرحب كذلك بالمندوب الدائم لنا في المملكة العربية السعودية العزيز والمثقف الدكتور سحيباني، ويعني هو قبل أن يكون مندوبا وقبل أن يكون دبلوماسيا هو أحد الشخصيات الثقافية البارزة، فنرحب به الذي أتى من مدينة الرياض خصيصا لكي يحضر هذه الندوة، فشكرا له. ثم بعد ذلك التقيت بالدكتور حسين غزوي مدير الشؤون الثقافية، وجرى بيننا أحاديث مطولة، ومع الدكتور رامي كذلك إنشاص أحاديث مطولة لبناء شراكة معرفية حقيقية. لا نريد شراكة يعني على الورق، وإنما نريد أن نترجمها وأن نشتغل عليها. وكما أشار سعادة الدكتور عبد العزيز في مقدمته إلى أن مركز الخليج للأبحاث هو مركز ذو بعد دولي وليس ذو بعد محلي. قد لا يعرف الجميع بأن المركز لديه فرع رئيسي أو مكتب رئيسي في جنيف، ولديه شراكة استراتيجية مع جامعة كامبريدج، ولديه مؤتمر يقام سنويا في جامعة كامبريدج وعقد السنة الماضية السنة 14. فنحن نتحدث عن مركز له بعده الوطني ما في شك، بعده الخليجي باعتبار أننا نهتم بنطاق منطقة الخليج وجه عام، وبعده أيضا الدولي. أتشرف بأن أرأس البرنامج الثقافي ثقة أخونا أبو أحمد جزاه الله خير وتطلعه، كلفني بأن أرأس البرنامج الثقافي، وصنعنا فعلا برنامجا نزعم أنه برنامج ثري، وندعوكم حقيقة إلى متابعته في موقعنا، وعندنا كثير من المسارات والمنتجات إذا جاز التعبير التي أصبحت لها بصمة على الرغم من قصر مدة البرنامج الثقافي. هذه فقط مقدمة. حديثنا اليوم هو عن رمضان. رمضان يجمع الأمة الإسلامية، هناك جوامع لهذه الأمة وهناك مفرقات، إذا تفرقوا في السياسة فإنهم يجتمعون في الثقافة ويجتمعون في القضايا الدينية. رمضان يصومه السنة والشيعة، رمضان يصومه الآسيويين والأفارقة والأوروبيين وفي كل العالم، ومتفقون على أن هذا شهر رمضان. نختلف في المطالع، واحد يصوم بيوم، واحد يصوم بيتأخر يوم، يتقدم يوم، هذا موضوع آخر، لكن هو رمضان يجمع كل الأمة، ورمضان نحتفي بذكرى بدر يحتفى بها في أقصى المغرب العربي ويحتفى فيها في أقصى المشرق العربي، يحتفى فيها في آسيا وفي إفريقيا وفي كل مكان. بدر هي ذكرى يعني مهمة لجميع المسلمين. أردنا أن تكون هذه افتتاحية، رمضان شعيرة جامعة للأمة، دعونا نبحث عما يجمعنا، ما يفرقنا قليل لكن يأخذ دائما إضاءات عالية، لكن ما يجمعنا كثير، ونحن نريد أن نسلط الضوء حول القواسم المشتركة التي نجتمع عليها. سنتحدث في هذا الأمر حول البعد الثقافي سواء من حيث العادات والتقاليد أو حتى من الجانب الثقافي في هذا الإطار، ومعنا شخوص متحدثة، وأردنا أن تتمثل المنظمة كما هي عادتها بالثلاثة الأيقونات كما يمكن أن نسميها. ومن جهتنا في مركز الخليج انتخبنا شخصيتان بارزتان في المشهد الثقافي، وهم سعادة الدكتور الأستاذ عبد المحسن القحطاني وسعادة الأستاذ إسماعيل كتب خانة. لا أطيل، دعونا نبتدئ بسعادة السفير ضياء بامخرمة، وهو عميد السلك الدبلوماسي، وهو سفير دولة جيبوتي، وهو من أهلنا في جيبوتي، وبامخرمة عادها من أصولنا العربية يعني في كل الأحوال. فنبدأ بالسفير ضياء بامخرمة الذي سيتحدث حول الدبلوماسية الثقافية، وأرجو ألا يطيل، نحن نريد فقط أن نأخذ الأمر في غضون 10 دقائق لكل متحدث، ولكم الفضل. تفضل سعادة السفير.